طيب جات لي واحدة عايزة تفصل خمار، طلبت المقاس اللي هو الوسط اللي هو المقاس ده، تمام كده عملنا المقاس وعملنا اللون وزي الفل. المفاجأة بقى وهي جاية بتستلم، طيب لما جت بقى تقيس قالت لا ده انا مش عايزة الوسط، انا عايزة المقاس ده الصغير بغض النظر عن اللون، طبعا ده هنصغره يبقى المقاس الصغير، والاسعار وكل حاجة انا قايله لكم عليها دايما باستمرار. طيب عايزة المقاس الصغير ده، طب الغلطة هنا بقى غلطة مين؟ اعمل ايه؟ اقصر الخمار ولا اخليه كده واروح اشتري قماش تاني واعمل بقى خمار صغير؟ طيب مشكلة دي، ولا اقص قطعة تانية ولا صغر دي؟ طب يا حبايب قلبي دي ده كده سؤال جالي من متابعة من كام يوم، طبعا هي قالت لي انا فصلت خمار وسط لواحدة، فلما جت تقيس قالت لي لا ده انا مش عايزة الخمار الوسط، عايزة الصغير. اول حاجة نصيحتي لكل الناس اللي بتفصل، لما تفصلي حاجة لحد لازم تتفقي على كل تفاصيل، يعني مثلا هتفصلي جيبة، الجيبة دي القمر بتاعها في استك في الجنبين ولا كله قمر حتة واحدة، تمام كده، سوستة سحرية ولا سوستة عادية، الفتحة اللي في الجيبة فتحة ولا كلونة، في جيوب ولا مفيش، كل شيء بترسميه كده وبتتفقي عليه بالتفاصيل بتبقي ناجحة ودايما شغلك يطلع مية مية وبيعجب زبونتك والدنيا زي الفل وانتي ما بتتعبيش. طيب هي بقى جايبة القماش، لو الزبونة بتاعتك هي اللي جايبة القماش وانتي فصلت لها الخمار الوسط ده ومحتاجة انت تقصري، مفيش اي مشكلة عادي خالص مفيش مشكلة، بس لو انتي اللي جايبة القماش وهتفصلي القطعة، طبعا انتوا عارفين انا ببيع دي ب 250. طيب بتاخد قد ايه قماش دي يا حسناء؟ بتاخد مترين الا ربع اللي هي الوسط. طيب انت كده جبت القماش وبتفصلي، طبعا مكسبها مش كبير، فهتقصريها وهتبيعيها ب 200 اللي هو المقاس الصغير لو انت اللي جايبه القماش، فانت كده خسرتي بس اتعلمتي، محدش بيتعلم ببلاش، وانا قلت لك على النصيحه شوفي تفاصيلك قبل ما تشتغلي. طيب انا طبعا عندي براند الخمارات وعندي كل المقاسات، واللي بتيجي بتنقي المقاسات او كده كده ببقى عارضه دايما كل المقاسات. هنقصر ده، كتبت لها كل التفاصيل وقلت لها طبعا هتقصر ازاي وتعمل ازاي، بس طبعا عشان هي مبتدئه جدا فخافت تقص ان هي تبوظ القطعه، فتعالوا مع بعض نقص القطعه دي ونشوف الدنيا بتاعتنا فيها ايه، وهنشوف هنقصها ازاي، لان طبعا هي عامله القطعه دي الوسط دي وما عندهاش مقاس صغير عشان تقيس عليه وتقصر الوسط على الصغير، يعني تقصر الوسط زي الصغير. انا كمان بتوه في الشغل. طيب اقولك بقى المقاسات اللي هتقصري بيها على طول بكل سهوله، وطبعا في ناس كتير ان شاء الله تستفاد من الفيديو ده. يلا بقى لايكاتكم الحلوه، دعمكم الحلو وتشجيعكم ليا لحبيبتكم حسناء، طبعا ما حدش يخبط دلوقتي عشان بشتغل. المهم يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ويلا بينا على الشغل ونبدا كده ايه المجال والمهنه الجميله، مش عايزين بقى ايه عشان هرغى اهو وهنضيع وقت، مش عايزين نضيع وقت، يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشتغل. وهنا طبعا اول حاجه هعملها همسك الخمار بالشكل ده وهوريكم انا هطبقه ازاي، هقلب بس الخمار على ظهره الاول بحيث طبعا لو انا عملت اي علامات تبقى على الظهر، كده كده انتوا هتقصوا فالعلامات طبعا هتتشال، العلامات اللي احنا هنعملها في الديل، مش هنعمل اي حاجه في الخمار غير ان احنا هنقصره بس طبعا، بس انا كنت افضل ان يعني الست وهي لابسه الخمار عايزه تقصره، فممكن نعلم علامه مثلا عند الخط بتاع الجنب دون، عند الخط من الامام عايزه تقصره قد ايه، عند الجزء اللي من الظهر كانت سهله جدا، بس طبعا خلاص احنا ما عملناش كده فهنقصره بالطريقه دي. شايفين التطبيقه اللي انا طبقتها؟ طبعا ما لناش دعوه بالجزء بتاع البندانه اللي فوق ده، احنا هناخد مقاسنا من اول حوض الرقبه وهنطلع المزوره لفوق البندانه حوالي 20 سنتي اللي هو كان المثلث بتاع القص التطبيقه اللي احنا كنا بنعملها في الخمار، يعني هتشوفوا معايا دلوقتي التفاصيل كلها ان شاء الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طب يا حبايب قلبي بصوا صلوا على النبي، لما كنا بنقص الخمار طبعا مش هنحط بقى الخمار التاني على ده، لان مش كل الناس عندها كل المقاسات موجوده، انت ممكن تكوني بتفصلي قطعه واحده بس للعميله بتاعتك. طيب واحنا بنقص الخمار اي خمار بقى وسط كبير صغير، عملنا كده نزلنا من هنا من الجزء ده اللي عند الكتاف ده يعتبر، نزلنا حوالي 20 سنتي من فوق اللي هو كان مثلث بتاع التطبيقه بتاعتنا، وزي ما انتم شايفين انا مطبقاه ازاي اهو على اتنين، ادي خط الجنب وادي خط الجنب اهو، انا معاكم عشان تفهموني، كنا سايبين من فوق 20 سنتي الخمار الصغير الجسم بتاعه، الجسم مش البندانه لا الجسم بس، التطبيقه بتاعته بتبقى 75 سنتي يعني متر الا ربع، تمام كده خدنا 20، يعني بصوا المزوره من فوق 20 اهي، نكمل بقى المتر الا ربع اللي هي قد ايه لغايه هنا ال 75 سنتي، انا معاكم واحده اهو، واحده 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 اهو، تمام لغايه هنا خط الكتف اهو من فوق خالص
طلعت بالمزورة 20 سنتي. طبعا كان احسن ان انت طبعا زبونتك وهي بتقيس المقاس الوسط وقالت لك عايز اعمله الصغير كنت تاخدي العلامات عليها كده وهي لابسه، بس انت طبعا يا حبيبه قلبي ما خدتيش بالك او ما عرفتيش او خفتي. طيب طلعنا 20 سنتي ونزلنا هنا لغايه هنا 75 سنتي، والمازوره طالعه لفوق 20 سنتي انا باكد بس كده، هي دي النقطه اللي احنا هنعملها، مش هنعمل اكتر من كده. طيب نقوم عاملين ايه؟ زاويه قايمه، زاويه قايمه اهو، زاويه قايمه شايفين ده كده اهو، ونعمل الخط بتاعنا. طبعا بصوا بقى الخط اهو ونكمل للاخر. عملت الخط اهو انا بس عشان اعدل كده بالمثلث، تمام، كاني بقص المتر الا ربع بتاع الايه الخمار الصغير اهو، هحط دي كده واعمل العلامه للاخر. سامحوني انا مش هعلم للاخر، ركزوا معايا، انا مش هعلم للاخر لان انا مش هقص القطعه دي عشان حرام ان انا اخسرها، تمام. بس انا كده بقول لكم عملنا كده بالماركه اهو، ده كده طبعا على ظهر الخمار، بس تاخدي بقى الماركه بتاعتك للاخر، تمام. علمت للاخر وتقومي يا حبيبتي جايبه المقص وتقومي قص على الخط ده للاخر، تمام. قصينا على الخط ده، ومن عند بقى الجزء اللي انت قصيتي عليه خليني اقول لك كده كان انا قصيت اهو، انا قصيت كده اهو، تمام، قصيت كده اهو، كده اهو. تعالوا بقى نخبي الجزء ده كان هو اتقص كده اهو، تمام، كده كاني قصيت، يعني كده اعتقد المعلومه وصلت قوي اهو. يبقى انا كده قصيت اهو بالمقص، اصبح معايا كده ده الظهر بتاع ايه اللي جوه ده، الظهر بتاع الخمار الصغير. طيب اقوم جايه من البوزه دي، خليني بقى اقرب كده سنه صغيره عشان تاخدوا بالكم وتشوفوا، اجي من البوزه الاخرانيه اللي هي بتاعه الظهر دي واطلع 25 سنتي. اطلع كام اهي؟ 25 سنتي، وادي الخط اهو، نقطه اهي، تمام. واقوم جايه بقى بعد ما طلعت ال 25 سنتي بتوعي افرد الدنيا كده، تمام، واجيب المسطره من هنا على ما فيش ولغايه هنا كده اهو، دي هعلمها بس طبعا مش هقص. يبقى ده كده، يبقى دي كده الخلف، تمام، وده كده الامام. اروح عامله ايه بقى؟ اروح فارده كده، خلاص انا مش هقص بقى كده العلامه دي، مش هقص الاتنين على بعض، يعني انا قصيت الظهر عشان طبعا لو انا قصيت كده هقوم مبوظه الدنيا. هاجي كده اظبط، طبعا سهله بسم الله ما شاء الله اعتقد يعني، والحرده بتاعت الرقبه دي هي الصغير والوسط والكبير كله حرده واحده، واجي استعدل كده. طبعا في الظهر كنا قاصين كده، واجي استعدل كده بالنسبه للامام، وتقوم يا حبيبتي قصه الجزء اللي هو الامامي ده اهو اللي احنا كنا علمناه، عشان يبقى الامام اقصر من الخلف اللي هي الماركه دي، اروح قصه عليها من عند خط الجنب كده، اروح قصه الامام لوحده، اصبح كده انا عندي الامام والظهر كده مقاس الخمار الصغير. وكده يا حبايب قلبي بعد ما قصينا الخمار هنروح نعمله اوفر من عند الديل ونتنيه تانيه رفيعه زي التانيه الموجوده دي، ونعدل بقى التانيه بالمكوه، وكده تمام ان شاء الله سهله وزي الفل. واتمنى طبعا يا حبايبي تكونوا استفدتوا ويكون الفيديو كده يعني فيه قيمه كويسه، وربنا يا رب ينفعنا وينفع بين الناس. بحبكم جدا في الله، استودعكم الله يا حبايبي، استنوني في فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.